أستاذي العزيز، أغلب الخريجين الساعة بدون تعيين، يعني يأخذ الشهادة مجرد يلصقها بالبيت إطار بس، وأغلبهم يشوفهم يا صاحب بسطة يا سائق تاكسي يا بطال يا بالمقاهي يا نايم. حتى العلم اللي أخذه من كليته ومن معهده ترى راح ينسى مستقبل، لأن العلم هيتطور. فلازم أشوف لمحالة هذول الناس الشباب، لأن البلد ترى الشباب إذا راحوا ترى البلد تنهار، البلد معتمدة على الشاب. يعني أنت توجه رسالة للجهات المعنية بأنه يسوون خطة لاحتواء الخريجين. نعم، لازم خطة، لازم الدوائر تستوعبهم، لازم أفكر بهم تدريجيا، يعني شوية أنتبه لهم، يعني أستلم فرد قانون شوية يخدمهم على الأقل مثلا معونة. جنابك خريج؟ خريج، نعم. خريج أي كلية؟ تربية أساسية، قسم تربية خاصة. إيش قد صار لك متخرج؟ 4 سنوات تقريبا. وما يعني لقيت وظيفة؟ لا والله لحد الآن قدمنا كثير، يعني قبل على الواسطات والعرف والخوان والكذا، ماكو اللي ما عنده واسطة يضيع بهذا البلد. أنت خريج أي قسم وأي كلية؟ تربية أساسية، قسم تربية خاصة. يعني أنت المفروض ستكون معلم جامعي مثلا؟ معلم جامعي ومساعد لذوي الاحتياجات الخاصة، المعوقين، الضعيف تعلم، ضعيف سمع، ضعيف بصر، احنا كلنا نساعدهم، يعني المفروض احنا الأولوية لنا يعني، بس سبحان الله ماكو شيء بهالبلد. شو تشتغل حاليا؟ والله عندي بسطة هون ابيع ملابس مال أطفال. ليش ما تعينت لحد؟ دون التعيينات يعني مستحيل. هسه بالعراق تلاقي تعيينات إذا ما وسطات وعندك فلوس. جديات انت حاولت تتعين؟ ما قص اني حاولت، يعني لو حتى احاول هسه يعني تطلب تعيين ما حد ما راح يعينك، يعني اكثريه التعيينات صايره بفلوس وواسطات. يعني انا عندي همين جماعه وعرف اعرفها دفعت فلوس هوايه بس عم تتعين وما تعينت. انت خريج وعم بس؟ نعم. ايش قصر لك؟ سنه ونص، شيء سنتين تقريبا. توجه رسالة للجهات المعنية بالنسبة للخريجين؟ ما يلاقون حل ولا يلاقون حل. ما يعني شيء الحكومة ما عاد أي حلول. حلولها ملتهية بالعمل الانتخابي وما ملتهية بالمخرجين والعطالة والبطالة. ماكو حل. زين. أنت يعني مكانك البسطة ولا مكانك التعيين؟ والله طبعا مكاني التعيين. بس ماكو حل جدري، ماكو. جنابك خريج تشتغل؟ اي نعم. تشتغل بهذا المحل؟ اشتغل بهذا المحل. عامل؟ اي نعم عامل. ايش قد احسب لك بالشهر؟ والله يعني بالاسبوع اخذ 70,000، يعني تقريبا 300,000 في الشهر. بالنسبة شنو شهادتك؟ شهادتي انا يعني خريج كلية دار اقتصاد قسم محاسبة، تخرجت 2019. قدمنا على العقود، قدمنا أجور يومية، قدمنا على الوظائف اللي تنفتح حتى على الأقليات، بس سبحان الله يعني لا أحد يخابرنا لا يطلع لنا أي شيء، ما نعرف شو السبب. يعني أنت مو المفروض أنت تأخذ موقعك بدوائر الدولة؟ هاي بتأخذ موقعك بدوائر الدولة سبحان الله بكل بلدان بلدنا، يعني ما أعرف بلدنا حالة نادرة. حتى الدراسة اللي تدرسها إذا تروح الوظيفة أكثر الموظفين يقولون اللي عندهم أصلاً بالوظائف يختلف عن الدراسة اللي ندرسها.